الحقيقة الدماء التي سالت في العراق وخاصة في كربلاء المسؤول عنها بالأساس هو من يعتلي السلطة المحلية اليوم، وكذلك أيضا السلطة المركزية هي المسؤولة. وهؤلاء القتلة، كل من قتل فرد من أبناء الشعب العراقي لابد أن يحاسب. أما فيما يخص المحافظات المنتفضة، الحمد لله لدينا تنسيق عالي وموجود، وإن شاء الله ستتبلور الرؤية قريبة جدا واضحة لمشروعنا فيما يخص رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي المكلف. قد رفض من جميع الساحات لأنه أتى بنفس الطريقة، وهو ليس مرشح شعب وإنما مرشح كتل. الانسحاب فكرة غير واردة في أذهان جميع الثوار الأحرار. واجهنا الكثير من الصعوبات من الاغتيال والقمع والاختطاف، نحن باقون ومستمرون نواجه بسلميتنا، لا سلاح لدينا غير سلميتنا، هذا النظام واجب الإزالة، باقون ومستمرون في ساحة التظاهر لحين تحقيق جميع المطالب. احنا ما عندنا اي مشكلة مع الشعب الإيراني، احنا عندنا مشكلة مع الحكومة الإيرانية واي حكومة تتدخل في الشؤون الخارجية للعراق والداخلية. وبالنسبة لقطع الحدود بين إيران والعراق، واحنا نطالب بقطع الحدود مع اي دولة لديها هذا المرض هو كورونا.